السلام عليكم إخواني. بحب أقول لهم إنه الشعب المغربي شعب غني جدا، وبحب أقول لهم إنه الشعب المغربي عنده ثقافة عالية جدا. تقدر تيجي على المغرب وتشوف الشعب المغربي، تقدر تيجي على المغرب وتشوف طيبة الشعب المغربي، تقدر تيجي على المغرب وتشوف الدين في المغرب، تشوف الحياة الاجتماعية في المغرب كيف عم تحكي عن الهجرة في المغرب. الشعب المغربي شعب بحب السياحة وبيهاجر للسياحة وللعمل، مو مثلكم انتو بتهاجروا بس للهو والمرح في أوروبا وفي بريطانيا وفي كل مكان بالعالم. أنا بقولك إنه إذا بدك تحكي عن المؤهلات العلمية، روح عندك في بلادك، شوف المسابقات، حفظة القرآن الكريم، مسابقات أجمل صوت تلاوة للقرآن الكريم، شوف النتائج وشوف وتراقب، رح تلاقي إنه الأوائل اللي تصدروا نتائج المسابقات هم مغاربة ومغربيات. أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم من المغرب دائما، وأكثر حفظ للقرآن الكريم في جميع المسابقات دائما من المغرب. تحكيني عن المؤهلات العلمية، تعال على المغرب وشوف كيف طفل صغير بيكون عمره 10 سنين بيحكي معك لغتين أو 3 لغات، بيحكي العربية، بيحكي الفرنسية، بيحكي الإسبانية، بيحكي 3 لغات وعمره 10 سنين، وبعد ما يصير عمره 15 سنة أو 16 سنة بصير يحكي 5 لغات، وانت بتحكي عن المؤهلات العلمية والثقافية. بتحكيني عن جدك وجد جدك والحارس بن عباد، قربوا مربط النعامة مني. أنا بقول لك شغلة، إنه اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين أجدادهم من زمان كتير، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل. راح أجاوبك على شغلة تانية وأقول لك الشعب الفلسطيني مو شتات مثل ما حكيت أنت. الشعب الفلسطيني أعظم شعب وأقدم شعب على وجه الكرة الأرضية. الشعب الفلسطيني شعب من سلالة الأنبياء، شعب صاحب أرض وصاحب قضية وصاحب وطن وصاحب مقدسات. كنت سألت إنه اسألوا اللبنانيين شو عملوا الفلسطينيين في أرضكم. أنا رح جاوبك شو عملوا الفلسطينيين بلبنان وشو عملوا الفلسطينيين بسوريا. يا حبيبي، الشعب الفلسطيني شعب مضطهد، الشعب الفلسطيني شعب مهجر، الشعب الفلسطيني شعب مكسور بسببكم أنتو. لما راحوا على لبنان، لبنان استقبلهم، لبنان رعاهم، لبنان دخلهم على البلد. ولما راحوا على سوريا كمان سوريا استقبلتهم وعاملتهم مثل الأخوة، ما حطتهم بمخيمات وما اشترطت عليهم أي شيء. سوريا عاشوا مثلنا، مثلهم مثل السوريين، بياكلوا بيشربوا ونايمين وعندهم بيوت، وعطتهم الدولة والشعب بيوت وسكنوهم في بيوتهم. الشعب الفلسطيني لما اجى على سوريا كمل دراسته ودرس في الجامعات السورية والمدارس السورية. الشعب الفلسطيني لما اجى على سوريا اخذ اقامة بسوريا، ما اخذ اقامة بسوريا، اخذ هوية سورية. بينما الشعب الفلسطيني لما اجى على السعودية شو عملتوا بالشعب الفلسطيني؟ لسه لليوم عم تطردوا فيه وبترجعوه عبلاده، لسه لحتى اليوم عم تقهروه وبتزيدوا معاناته فوق معاناته. وقفتوا ضد العرب بكل القضايا وبكل المحافل.